بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ليست دعاية ولا يجوز لمثلنا عمل دعاية، بل التعريف ببرنامج لكنا أيها الطالبات في كليات الطب وفي كليات الهندسة، ولكم يا خريجي الطب وخريجي الهندسة، وبالتشارك بين شركة مكة سمارت للتدريب بمصر وبرنامج خمسات العالمي للتابع لفريلانسر أو التجارة الحرة أو التجار أو أصحاب التجارة الحرة أو الخبرة الحرة. يسرنا جميعا، وأريد أن أعرف بمن وراء هذا البرنامج: فريق العمل من مصر المهندس شريف ورئيس التحرير، ومن جدة الخبير في تجارة جدة مع شركات عالمية عامل معها لمدة أكثر من 30 عام، ومن أشهر الشركات العالمية شركة بن لادن منذ تأسيسها. أقصد الشركة العالمية انطلقت من جدة، وهو الأستاذ أحمد سراج الذي سيكون معنا وأضيف خبرتي أنا 30 عام في شركات عالمية، خاصة وأن البرنامج للتدريب باللغة الإنجليزية لغة التجارة والأسواق والصناعة. والدورات هذه تشاركنا أو معنا شراكة مع خمسات للتسجيل في برنامج خمسات. طبعا هناك التسجيل، طلب للتسجيل عن طريق الموقع، وبملاحظة الكورسات المتعينة والمصنفة التي أوردناها أمامكم، تختار أنت وترسل رسالة صوتية الاسم، يعني من خلال الموقع اللي هو oneM4mydream.com. ثلاثين عام في شركات عالمية، خاصة وأن البرنامج للتدريب باللغة الإنجليزية لغة التجارة والأسواق والصناعة. والدورات هذه تشاركنا أو معنا شراكة مع خمسات للتسجيل في برنامج خمسات. طبعا هناك التسجيل، طلب للتسجيل عن طريق الموقع، وبملاحظة الكورسات المتعينة
أو المصنفة التي أوردناها أمامكم، تختار أنت وترسل رسالة صوتية الاسم، يعني من خلال الموقع اللي هو oneM4mydream.com. تستطيع عن طريق الواتساب، يفتح الواتساب عندك، ترسل اسمك وترسل رغبتك في التسجيل بعد طلب الخدمة من خمسات. طبعا نحن هنتواصل معك بعد إرسالك للرسالة، وأيضا سيكون هناك متابعة مع خمسات لنطلب منك الخطوة هذه، منك أو منك. طبعا لا يفوتني إنه هذا البرنامج استثمارات عالية، وهو مع كأس العالم، مناسبة كأس العالم 4 سنوات، كأس العالم 22